يحكي سي منصف يقول لك 130 مليون اورو هذا قيمه القرض الجديد. كلام عام ما بينوش مش يصرفوه. المعروف انه الاستفتاء هذا ما كانش مبرمج في قانون الماليه 22. منين يجيبوا المصاريف نتاعو تصور؟ ان شاء الله ميزانيه الطوارئ تكون موجوده ديما. لكن فيها 50 مليار نتاع نتاع الانتخابات نتاع اي ثم ديما ثم بند في الميزانيه يخلوه ميزانيه الطوارئ. ميزانيه الطوارئ اي حاجه طارئه كما في 2021 في 2020 وقت كورونا استعملوا ميزانيه الطوارئ. اما ينجم بطبيعه قانون الماليه ماش باش يكون نهائي باش يكون خاطر ثم برشا ثم مبني على فرضيات اللي هي ما صارتش. مبني على 75 دولار للبرميل، مبني على قيمه الدولار قيمه اقل من اللي هي موجوده توا، مبني على نسبة نمو في ثلاثة وشوية، مبني على برشا فرضيات اللي هما ما صاروش، مبني على اتفاق مع لافامي في الثلاثي الأول من سنة 2022 للأسف حتى وزاد ما صارش، مع في قانون المالية باش يبدل في قانون مالية تكميلي، أما ما ينجمش يبوب مباشرة لهم إذا كانها منحة باش تمشي مباشرة لتمويل الاستفتاء. اما ال 50 هما يحكيوا على كلفه تقديريه في 50 مليون دينار، 50 مليون دينار في العاده تكون موجوده في ميزانيه الطوارئ اللي نجموا يستعملوها في حاجات كما هذه. نعم، الوضع العام المالي وانت خبير، الوضعيه العامه هل سنكون مضطرين للذهاب على الاقل مرحليا الى قانون ماليه تكميلي ام ماذا؟ اكيد ماليه تكميلي على الاقل لاعاده النظر في الفرضيات اللي تبنى عليها قانون الماليه الاساسي والقانون المالية الأصلي اللي هي ما عادش صالحة. الثانية لتقليص ميزانية الاستثمار، هذا ما نتصورش صار الاستثمار اللي كان مبرمج. ثالثا تبدلت فرضيات للحصول على ديون خارجية خاصة في ارتفاع الدولار وفي ارتفاع المخاطر على تونس اللي هو نتاع وكالة التصنيف العالمية اللي هو صعيب حتى إذا كان عملنا اتفاق مع صندوق النقد الدولي باش نخلطوا النجم ونجيبوا قروض بيلاتيرال معناها مع دول الأخرين وقت وتوا في شهر أول ما صارش اتفاق مع صندوق الدولي. معناها للأسف لابد من ميزانية تكميلية واللي هي ضرب للثقة الجديدة. الميزانية التكميلية دليل على غياب الرؤية تعمل في الميزانيه الاساسيه. احنا للاسف عندنا توا من 2010 كل عام نعمل ميزانيه تكميليه يبين اللي رانا قاعدين نعيشه. كما قال فضل عبد الكافي قاعدين نعيشه كل نهار ونهاره وكل نهار اش يجيب اش ثم ما تقولش باش نبني عليه. للاسف هذوما كلهم ياثروا على الاقتصاد وياثروا على التصرف المتدخل خاصه التونسي ولا الخارجي بالنسبه للقطاع الخاص. على خاطر ما عادش يكون عنده ثقة في اتجاه الدولة وين ماشية، ما عادش عنده ثقة، عنده رؤية للدولة وين ماشية. للأسف مناخ الاستثمار مبني أساسا على الثقة في القرار وعلى الاستابيليتي اللي هي التشريعية والاقتصادية. للأسف هالاستابيليتي ما فقدناها من سنوات. والثورة اللي صارت في 2010 2011 دليل على ضعف المنوال التنموي اللي موجود في البلاد اللي للاسف ما تبدلش. واذا كان فشلنا في العشر سنين اللي فاتوا فشلنا اساسا في عدم القطع مع منوال تنميه اثبت فشله اثبت نعم. تقصيره وعدم قدرته على الايفاء بانتظارات هل 12 مليون تونسي. للاسف كملنا بهم هما وكملنا بمنظومه نتاع ترتيبات ومنظومه نتاع قرارات ومنظومه نتاع ادارات مبنية على ورثة احتلالية مش استعمارية. حتى الاستعمارية فيها تعمير صح. احتلالية صح. اللي كانت الإدارة متاع الفرنسيس هذوما فرنسيس والأخرين ديزانديجان. احنا للأسف اقتصاديا راهو تستنى الاتحاد الأوروبي اللي هو شريك الأول لتونس اقتصاديا وتجاريا وماليا تستنى فيه مشاكل كبيرة خاصة في ظل تقهقر اليورو مقارنة بالدولار في ظل الازمه نتاع الطاقه اللي مع روسيا واللي هو يكون الشريك الاساسي نتاع تونس. معناها عندنا ازمه اخرى والا مشكله اخرى تنجم تصير لنا اللي راهو عندنا شريك استراتيجي اللي هو اول شريك عنده مشاكل كبار هيكليه في الداخل. معناها صعيب باش نجم يعاوننا. نعم، والغريب هو اعتقد انه صادراتنا احنا كنبيعوها ناخذوها باليورو
ولكن وارداتنا بالدولار وامام في ظل تقهقر اليورو امام الدولار هذا من شأنه ان يضاعف صعوبتنا. كل ما نفكر في الشعب للاسف.